قبل ما اكمل في حاجه يلا قول انت لي على قلتها طول. بجد في وسط ما انا كنت بتفرج بره في الفصل الاولاني عن البنت المقفله. اقسم لك بالله كبة اي ولد اللي بيبقى بيقولوا ان هم قطع السمكه وديلها بيبقى ماشي جنب واحده قمر، بس لما بيشوف بنت البنات دي بتبقى غاليه في عينه اكتر من اي بنت تاني. الله يا ابراهيم، واقسم لك بالله دي مش حاجه هيصدقوني لو انا دي قلت كده يا حاجه دي ابراهيم. حاجه انا دي حاجه انا ايوه يعني انت قولها انت. دي حاجة مش بقولها أنا، دي حاجة بجد أنا حسيت بيها. أنت لما تبقى جنبك واحدة يعني قمرة ايوه وتشوف واحدة محافظة على نفسها، الله. والله العظيم بجد ولا تبقى مقفلة ولا يعني للولد اللي بيفهم بقى يعني بجد اللي هو بيقول إن هو بتاع بنات وكده بيعرف إن البنت دي غالية، لأن ببساطة شديدة جدا أي حاجة ليها قيمة ما بتلاقيهاش من الفرا زي ما بيقول، صح يعني ايوه صح بتلاقيها عزيزة. يعني حتى أنت لما بتفكر الله. ليه ما تصاحبش او الكلام ده كله، فانت بتحاول تعزز نفسك عشان حد غالي، انت فاهم؟ قلت تديله الحاجات دي بجد زي بالظبط انت لما تيجي تدي هديه لحد فانت بتبقى عايز تحافظ الغالي عليها قوي الغالي يعني تلفها وتلفها لفه حلوه قوي وتحافظ عليها قوي عشان لما تديها لحد ده تبقى احسن حاجه. يا جماعه. دي فين الكاميرا دي يا جماعه؟ شهاده من مستر ايجيبت للبنات اللي مش بيصاحبوا، انك انت اغلى بكتير بكتير من البنات السهله عند الولاد اللي ايه اللي فاهمين كل حاجه زي وعلى ابراهيم.